السلام عليكم. حاول في هذا الفيديو نديرو تصحيح التمرين 10 صفحة 30 من كتاب في رحاب ديال اولاباك علوم تجريبية. الدرس ديال المنطق دونك هو التمرين 10، كاين في الفقرة ديال الاستدلال فصل الحالات قالوا نحو لها هاد النظمة، وعندنا فيها جوج ديال القيمة المطلقة. دونك شنو كنقصدونا بالحالات؟ اذا فين غنخدمو الحالات؟ هنا فاش حنا كنعرفو نحلو نظمة ما فيهاش قيمة مطلقة عادي. دونك هنا خصنا نحيدو القيمة المطلقة. باش غنحيدو القيمة المطلقة؟ هي انه القيمه المطلقه كتساوي نفسها اذا كان داكشي اللي كاين لداخل موجب، وكيساوي مقابل ديالو اذا كان سالب. وبالتالي عندي هنا جوج الحالات، صافي، عندي اكس ناقص واحد، عندي هنا اكس. اذا الى مشيت درت واحد جدول، دونك هنايا شنو عندي؟ مثلا بغيت نقسم، عندي هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هذه فوقاش كتساوي زيرو إذا كان إكس كيساوي واحد، وهذه فوقاش كتساوي زيرو إذا كان إكس كيساوي زيرو. أوكي، هنا إكس، هنا القيمة المطلقة د إكس، هنا القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد. أوكي، دونك القيمة المطلقة د زيرو هي زيرو. أوكي، وعاود تاني هنا الى بغينا نقولوا شكون اللي كيساوي في هذه الحاله هنا. وبالتالي اذا كانت هنا ماشي جدول الاشاره، دونك ممكن نقول اذا كان اكس سالب قيمه مطلقه د اكس شحال كتساوي؟ هنا غتساوي لنا ناقص اكس، واذا كان اكس موجب القيمه المطلقه د اكس غتساوي لنا هي اكس. ممكن نديروا بحال هكا. حاجه واحده اخرى، اذا كان اكس كبر من واحد، هذه القيمة المطلقة د إكس ناقص واحد غتساوي نفسها، وإلا كان صغر من واحد غتساوي لنا هنا شنو؟ ناقص ديال إكس ناقص واحد، أولا واحد ناقص إكس، ناقص إكس ناقص واحد اللي هي واحد ناقص إكس. دونك غنمشيو دابا هنا نصوبو ثلاثة د الحالات. عندنا الحالة الأولى من ناقص ما لا نهاية صفر، أنا غير شرحت لكم الحالة الأولى، إكس صغر أو يساوي صفر، صافي. اذا شنو عندي؟ عندنا القيمه المطلقه د اكس كتساوي ناقص اكس، و القيمه المطلقه ديال اش ديال اكس ناقص واحد كتساوي واحد ناقص اكس. ومنه هاد النظمه مثلا نسميوها اس، ومنه النظمه اس غتولي على هذا الشكل، هي جوج القيمه المطلقه د اكس ناقص واحد غنعوضوها بواحد ناقص إكس، واحد ناقص إكس. أوكي، غنعوضوها بواحد ناقص إكس ناقص إكغيك كتساوي ربعة، والقيمة المطلقة د إكس غنعوضوها بناقص إكس زائد جوج إكغيك كتساوي ستة. دونك غنكملو دابا، غتولي عندنا هنا جوج ناقص جوج إكس ناقص إكغيك كتساوي ستة. هنا مثلا نمشي ونضربو عفوا كتساوي هنا كتساوي ربعة ماشي ستة، كتساوي ربعة. هنا مثلا نمشي ونضربو في ناقص جوج، غتولي عندنا هنا هي إلا ضربنا في ناقص جوج في هاد السطر التاني غتولي عندنا هنا جوج إكس ناقص ربعة إكغيك ناقص ربعة إكغيك كتساوي إلا ضربنا في ناقص جوج غتعطينا ناقص 12. اوكي، دونك باش نتاكد، ناقص جوج في هنا غتولي زائد جوج في جوج شحال هي؟ دونك ربعة ناقص، وهادو غيتقلبو الاشارات. دونك الى درنا هاد السطر زائد هاد السطر، درنا مثلا السطر الاول هذا الثاني، اش غتعطينا؟ الى كتلاحظو ناقص جوج اكس مع جوج اكس غتمشي، غتبقى لنا ناقص ايكغيك ناقص ربعة ايكغيك هي ناقص خمسة ايكغيك زائد جوج كتساوي ربعة زائد ناقص 12 هي ناقص 8. دونك ناقص خمسة إكغيك غتساوي لنا هادي غترجع لهنا هي ناقص 10، غتولي ناقص 8 ناقص جوج هي ناقص 10. إذا إكغيك شحال غتساوي؟ غتساوي لنا ناقص 10 على ناقص خمسة اللي هي جوج.
اوكي احنا بقينا اي مزيان. غنمشيو نقلبوا على اكس، نمشي وحده من هادو مثلا، لدينا ناقص اكس زائد جوج اي كتساوي 6. اذا مثلا اكس هاد اكس غتجي لهنا و 6 غتجي لهنا، دونك غتولي عندنا اكس كتساوي جوج اي ناقص 6 اللي هي جوج في جوج ناقص 6 شحال كتساوي؟ هي 4 ناقص 6 اللي هي ناقص 2. واش اكس، واش هاد الاكس اللي لقينا صغر من زيرو؟ اه صغر من زيرو ضروري. واخا كان لقينا مثلا اكس هنا كيلقى 4 غنقولوا ما عندهاش حل، حيت هنا اكس اللي خصنا نلقاو خصو يكون صغر من زيرو، دونك هنا لقينا ناقص 2 ومنه حل النظام هو الزوج ناقص جوج و إيكغيك هو جوج. هذه الحالة الأولى. غندوزو دابا للحالة الثانية، إكس محصور ما بين صفر و واحد، إكس محصور ما بين صفر و واحد. إكس محصور ما بين صفر و واحد، صفر صافي راه دخلنا هنا دونك نحيدوه بلا ما نحتاجو نديرو هنا. اذا شنو غيكون عندنا؟ شنو هما الحالات اللي غنطيحو فيهم؟ عندنا القيمة بعدا، القيمة المطلقة اكس كتساوي اكس، و القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد، صافي القيمة المطلقة اكس ناقص واحد كتساوي واحد ناقص اكس او لا ناقص ديال اكس ناقص واحد. اذا غتولي عندنا النظمة اس هي هادي، هي جوج عامل واحد ناقص اكس ناقص اي كتساوي 4. اوكي مزيان. وعندنا القيمة المطلقة اكس غتبقى هي اكس زائد جوج اي كتساوي 6. اوكي دونك هادي النظمة اس ديالنا. اذا غنمشيو على نفس المنوال، مثلا هذه غتولي عندنا هي جوج ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس ناقص ايكغيك كتساوي 4. اوكي وهنا غتكون عندنا اكس زائد جوج ايكغيك، مثلا نضربو هاد اكس هادي نضربوها في جوج غتولي عندنا جوج اكس زائد 4 ايكغيك كتساوي 12. اذا مثلا السطر الاول السطر الثاني، نديرو مثلا الاول زائد الثاني شنو غيعطينا؟ دونك جوج اكس ناقص جوج اكس غتمشي، غتبقى لنا هنا اش غتجينا؟ ناقص إيكغيك زائد 4 إيكغيك، دونك ناقص إيكغيك زائد 4 إيكغيك غتعطينا هنا 3 إيكغيك، صافي زائد جوج. هنا غتجينا 4 زائد 12 شحال هي؟ هي 16. دونك 3 إيكغيك كتساوي باش منكونش غلط 12 زائد 14 16. دونك هادي غترجع لهنا غتولي عندنا هنا هي 14، ان إيكغيك كيساوي 14 على 3. دونك نقلبو على إكس، لدينا باش نقلبو مثلا على إكس عندنا هنا إكس زائد جوج زائد جوج إيكغيك كتساوي 6. إذا إكس شحال غيساوي؟ 6 ناقص جوج إيكغيك اللي هي 6 ناقص جوج في 14 على 3. إلا حسبناها هي 6 جوج في 14 شحال هي؟ هي 28 على 3. غنديرو توحيد المقام، دونك 3 في 6 18 غتجينا 18 ناقص 28 هي غتخرج لنا ناقص 10 على 3. ولكن حنا اكس ديالنا مالو كبر من زيرو وصغر من واحد، اذا في هذه الحاله هذا اكس لا ما محصورش ما بين صفر وواحد، ومنه النظمة ليس لها حل في هذه الحاله. الحاله الثالثه، الحالة الثالثة
اللي بقات لنا هنا دونك خدمنا هذه خدمنا هذه بقات لنا اكس كبر من واحد اكس كبر كبر قطعة من واحد صافي لا واخا نديرو تا او يساوي ممكن نديروه دونك الا بغينا نديرو هنا او يساوي نديرو هنا قطعة اوكي مزيان شنو كتبقى لنا قيمة المطلقة اكس كتساوي اكس وقيمة المطلقة اكس ناقص واحد كتساوي اكس ناقص واحد اذا غتولي عندنا النظمة ديالنا اس هي هذه دونك كتساوي جوج عامل اكس ناقص واحد ناقص ايكغيك كتساوي اربعة وهذه خلا غتبقى اكس زائد جوج ايكغيك كتساوي ستة إلا نشرنا غتجينا هي جوج إكس ناقص جوج ناقص إكغيك تساوي أربعة وغتجينا هنا هي نضربو مثلا هنا في ناقص جوج غتجينا ناقص جوج إكس ناقص أربعة إكغيك تساوي ناقص اتناش هذا مثلا السطر الأول هذا السطر الثاني غنديرو السطر الأول زائد السطر الثاني شنو غتجينا هادي مع هادي غتمشي غتبقى لنا ناقص إكغيك ناقص أربعة إكغيك دونك هي ناقص خمسة إكغيك ناقص جوج هنا ملي غنضربو عفوا ملي غنضربو في جوج غتجينا هنا ناقص 12 4 ناقص 12 هي ناقص 8 اوكي 4 ناقص هي ناقص 8 اذا ناقص 5 ايريك هادي ملي غتجي لهاد الطرف اش غتولي ناقص 6 اذا ايريك شحال غيساوي غيساوي 6 على 5 حنا لقينا ايريك عاود لدينا اكس خصنا نقلبو على اكس مثلا عندنا اكس هي 6 ناقص 2 ايغريك اللي هي 6 ناقص دونك منين جبنا هاد اكس هي 6 ناقص 2 ايغريك من هاد من هاد القاعده هادي اكس زائد اي تساوي 6 دونك كنعوضو ايغريك هنايا هي 2 في 6 على 5 اللي هي 6 ناقص 12 على 5 غنديرو مثلا توحيد المقام 5 في 6 30 ناقصنا هي 18 على 5 واش هذا العدد اللي لقينا كبر من واحد كبر من واحد ومنه الحل حل النظمة في هذه الحالة هو الزوج 18 على 5 6 على 5 اوكي والنهاية حل التمرين ده هو التمرين ديالنا